السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن برلمان شعب. تعليقات وانتقادات على الحلقة الأخيرة اللي صارت من الجلسة الثالثة أو القضية الثالثة، الجلسة الخامسة، اللي صار فيها انتقادات وصار فيها كتير حكي ومشاكل وكتير تعليقات اجت على هاي الحلقة بشكل جدا رهيب بسبب الناس المؤيدة للمشروع وناس معارضة للمشروع. أعضاء البرلمان الممتنعين عن التصويت، أود أن أخبركم إذا كنتم تنامون في بيوتكم سالمين فأنتم جاهلين. أنتم تنامون سالمين لأنه يوجد من كان أقوى منكم، أقوى منكم وقال كلمته واختفى قصرا عن أهله وجيرانه. إذا كنتم تعتبرون أنفسكم وأنتم لا يوجد أي شيء يهدد حياتكم أو حياة أحد من أهلكم أو أقاربكم، أنصحكم بقراءة رواية القوقعة لتفهم معنى اختفاء قصرا وكم يدفعون الأهالي من دمائهم لقاء إيجادهم أو معرفة معلومة واحدة عن أولادهم أماكنهم أو مواقعهم أو حالتهم الآن. هاي بالبداية حبيت أوجه لكم يا رسالة لأعضاء البرلمان، طبعا هاي من نتيجة من التعليقات الكثيرة اللي قرأتها. في ناس يعني تقريبا صار يومين أنا بقرأ التعليقات، في ناس علقت بشكل إيجابي، في ناس ببدأ رأيها، كل واحد بيعطي رأيه بوجهة نظر مختلفة. وأنا صراحة يعني كنت بالأول متشدد أنه أنا مع المشروع بشكل كامل، بس ولكن في بعض النقاط ضعيفة كما ذكرتها الأنسة جميلة. صراحة كان أفكارها كتير طرحها صحيح وواقعي هي وعلي الميالي. عن الميالي كمان أبدأ رأيه بشكل جدا كبير، يعني بحيث أنه هو بقلب المشكلة، تمام؟ هو بيعبر عن، هو حتى عارض عن المشروع لأنه شافه أنه ما عم بيصل اللي هو بده إياه، لأنه هو بقلب المشكلة. وكذلك الأمر جميلة اللي عارضت عن المشروع، بجد صراحة أنا أعجبت فيهم ومن طريقة طرح أفكارهم. أما من الباقين الرماديين الغير موجودين اللي ما بس باركين يرفعوا ايديهم أو امتنعوا عن التصويت بسبب ما بعرف شو هو، المهم جايكم في الحديث روح. تعليقات الناس كانت جدا سلبية عن هالموضوع، في ناس مع وفي ناس مع ضد، في ناس انه الافكار ما كانت موضحة لازم توضيحها اكثر، في ناس كانت مع المشروع بس ولكن كان صالح غير قادر لانه يبلور الفكرة بشكل كامل. بعدين هي الفكرة لساتها اسمها فكرة، يعني لسه ما صدرت للمرحلة النهائية حتى يتم تقييمها بشكل نهائي، ممكن بكرة تتطور وبنشغل عليها كتير. وهو أعطى أمثلة جوهرية جدا بس ولكن ضعف البرلمانيين اللي امتنعوا عن التصويت لأنه ما في حد اعترض، اللي امتنعوا عن التصويت لأنه هدول أكتر شيء مقهور منهم، أحكي لكم عليهم ليش. أنه هدول اللي امتنعوا عن التصويت ما عندهم أساسا لا اهتمام بالدول الجوار ولا اهتمام بالثورات اللي عم بتصير ولا اهتمام بالناس المختفيين ولا حتى عندهم أي أهمية للناس الغير موجودين. يعني مثل لما أنت بجي بطالب منك أنك لازم تصبر على الجوع وانت شبعان، يعني شلون افهمك؟ يعني انا بقول لك لازم انت انه لازم انت تصبر على الجوع، الجوع يعني اذا صبرت على الجوع رح نقدر نوصل للي بدنا اياه، وانا شبعان، طب انت وش جوع معي وبعدين اطلب مني انه ارجوع، تماما. هي فهون المشكله انه الاعضاء البرلمانيين اللي تم الامتناع عن التصويت او امتنعوا عن التصويت هن اساسا ما لهم حاصين في معنى اختفاء قسري، او عندك احد من افراد عائلتك اختفى قسريا او من اقاربك او من معارفك او اي شخص على التعيين، المهم في اتصال بينك وبينه، ما كان في اتصال، فلذلك هون كان في اختلاف بالرأي. وصراحة أول حلقة جد أنا بعجب جدا بفؤاد، أول حلقة بيظهر مدى ثقافته، شخص فعلا باحث بالموضوع، بحث ودور. وهو كان بالأول يعني حتى إذا انتبهتوا على أسئلته شنون كانه بيحاول إنه يسقله للموضوع، بيحاول يفهم منه أكثر لصالح، وبالأخير صوت مع صالح، ما صوت ضده أو صوت امتناع. أنا جدا جدا صراحة جدا جدا يعني انه استغربت من فؤاد، يعني بهرنا بصراحة. هو الموضوع هذا ما كتير في ناس علقت عليه ولا اهتمت عليه، بس بجد فؤاد بهي الحلقة اظهر مدى فهمه وابداعه بجد، يعني انه حتى وقت نبلش يطرح الموضوع انه هي الدباجة نحن عم نمشي فيها ومن الحكيات، اوضح انه هو فعلا بحث بالموضوع، مو مثل اول ما اجى لتركيا انه حكى موضوع المدارس المختلطة وبين سطحيته، وبعدين بلش يحكي انه نحن لازم نناقش اكثر بالمعلومات ونحن مبارزتنا كلها بالمعلومات، ما عاد نتناقش بشكل سطحي، بدنا نتناقش بشكل متعمق اكثر. لكن المشكلة وين؟ الاعضاء اللي ما صوتوا هن اساسا ما لهم متعمقين، وهون كان محور المشكلة. يعني لما نحن نجي من شيء طبعا هون كاتب عليها
لجنة الحقوق والحريات أو لجنة الحقوق والحرية تقف على مشارف تشييع جثمان مشروع البحث عن الحرية لأشخاص طالبوا بالحرية للمجتمع لأنه مشروع غير مهم. أنا توجيه كلامي كلياته للناس الممتنعة عن التصويت يلي ما كانت واضحة بأفكارها وما واضحة بتعليقاتها، نطالع علي منهم لأني كان بده بشكل فعلي إنه يحاول إنه ينجح الموضوع، وكان بيسأل أسئلة جوهرية بصراحة وتعليقاته جدا مهمة وأفادت الموضوع بشكل كامل. كان عنده ضعف عند صالح ما قدر يعبر أو بجاوب بشكل كامل، في كان عنده ضعف بالتعبير، ضعف عنده بالموقع، في عنده كتير شغلات رح نحكي عليها. مثل ما قلت لكم في عنا احنا 5 أعضاء ضوطوا بالامتناع عن التصويت، او الاشخاص الرماديين، يعني هدول اللي دائما بيكون عندهم الرأي بين هون وهون بس، ولكن لا ياخذوا هون ولا ياخذوا هون حتى لا يكسبوا الطرفين تماما. الشخص الرماديين اللي هو اول شيء علي نحن ما نستثني منهم لانه هو كان يعني كان عم بيحاول انه يحسن المشروع ويحاول انه يعطي، ما كان موضح وجهة النظر. ممكن لان شفنا نحن نقاشاته ودخلاته كانت جدا قوية وكان اراءه جدا افكاره جدا قوية حتى يشارك فيها ويحكيها بشكل صريح، بس ليش امتنع ما عرفت. بس المهم امتنع لحد لسبب معين، هو جزء مو مقتنع بالمشروع او لانه هو قلب المشكلة شايف انه هاي الحلول كليتها حلول سطحية ما هي منها اي فائدة، او جزء هو في عراق عندهم مثل سوريا، في عندنا الثورة السورية او منظمة الثورة السورية، مثل الثورة السورية موجود فيها منظمات مسؤولة عن دعم، وأنا حكيت لكم بالحلقة الماضية إنه في ناس مش منظمات خاصة وأشخاص خاصين بيجمعوا أشخاص المفقودين، أشخاص المعتقلين، الأشخاص رجعوا، الأشخاص تم إثباته مثلا توفوا عند النظام، مثل قضية قيصر، من هالقضايا كلياتها. فجوز بالعراق عندهم هيك مشروع، فشاف إنه هذا المشروع ضعيف ما بعرف. المهم بس انا مو هون محور حديث عن الشخص علي الميال، علي الميال شخص لحاله وكان عم بيناقش. مشكلتي انا مع الـ4 أعضاء اللي هن الباقين اللي هن من اعضاء الحريات والحقوق يلي هن بدك تعتبرهم مثل شلون بدي امثل لكم اياهم، يعني يعني مثل امريكا، هن هدول 4 أعضاء مثل امريكا تماما 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 مثل امريكا. اي مشروع بيصير ضد الصهاينه فورا بيستخدم ضد نقد الفيدو، بس ولكن هن ما لهم مع الصهاينه تماما. نفس الشيء تماما. هي لجنه الحقوق والحريات لا حقوقيه ولا حريه ولا ديمقراطيه فيها ولا اي شيء فيها، لجنه بحسها انه مسيسه ما بعرف شلون ماشيين شلون طريقه تفكير هي الاعضاء ما بعرف. موضوع مشروع مثل صالح بيسأل عن الناس المفقودة قسرا المختفية، اللي ممكن شخص إذا أنا مثلا اختفيت أو أي حدا من أقاربي اختفى بيكفيني شرفا إنه يعني مو يكفيني يعني بريحني شوي إنه ممكن حدا يسأل عنه هالشخص هذا غيري أنا، يعني في ناس عم بتدور معي مو بس لحالي أنا بتدور، فهذا رح يسوي بلبلة بالمجتمع في أماكن كتير. ممكن أنا بذكر اسمه على الموقع فيدخل شخص تاني شايف الشخص هذا موجود في المعتقل فيبقرأ اسمه ففورا بيقدر يتواصل مع الأهل. هاي نقطة كتير مغيب عنهم لأنهم أساسا هذول الأربعة عايشين في قمة الرفاهية وما حاسين بالاعتقال القسري ولا حاسين أساسا إنه في ثورات ولا حاسين أساسا شو هذا قانون اعتقال قسري. نحن أساسا قدمنا وصلنا هلا نناقش مواضيع أكثر تفاهة، مثل مثلا إذا شاب قال لبنت إنه صباح الخير هل هذا يعتبر تحرش ولا غير تحرش. ممكن نحن نتناقش في موضوع إنه إذا البنت استلطفت شاب شنو لازم تعبر له عن هذا الموضوع، مثلا نحن لازم نناقش مواضيع يعني أكثر تفاهة. فهمتوا شنون؟ يعني هاي اللجنة بتروح بتدور على المواضيع التافهة جدا وبتناقش فيها. طبعا أنا اليوم لابسكم بيجامة حتى أورجيكم أن أنا روحي جدا رياضية وبتناقش بالمواضيع التافهة. أما موضوع مثل صالح موضوع تافه صراحة أو موضوع غير مهم، لأن إحنا أساسا مجتمع جدا متقدم، ما في عنا اختفاء قسري، ما في عنا أي شيء. فلجنة الحقوق والحريات شافته إنه موضوع إضاعة للمال وإضاعة للوقت وقت فأسقطوا وفشلوا. فخلينا ساكتين أحسن شيء، ما بدنا نعلق على الموضوع هذا حاجم لا حقوق ولا حريات، ورح نشوف بكرة بالمستقبل نشوف. طبعا هلا خلينا احنا نتركهم هلا بالفترة هاي الحالية، هاي اللجنة الـ4 أعضاء إن شاء الله بالمستقبل رح يتم طرح أحد القضاياهم ورح نشوف شلون تفاعلهم مع بعض ونقيمهم ونشوف التعليقات رح تصير عليهم صراحة. وأهم شيء من التعليقات اللي إجت عليها جدا جميلة، بدأت إبداء رائع صراحة عن التعليق على المواضيع، وهي كمان في صلب الموضوع وأنا كنت متمني إنه ما اعترضت على الموضوع لأنها لما هي معترضة كان تم الموافقة على الموضوع بالإجماع، بس لأنه هي اعترضت إنه هي بس إنه شافت إنه في شوية خلل بالموضوع اعترضت عليه. طبعا الأعضاء بعد ما قرروا المهم إسقاط المشروع، طبعا في هون
نقطة جدا مهمة، لأن هن الأعضاء اللي امتنعوا من التصويت اللي هن الرماديين لجنة الحقوق والحريات. هن في أول شيء مغيبين للنشاط الاجتماعي أو مفكرين إنه الحكومة نزلت من السماء، هي مؤنزلة خلاص، هاي هي الممثلة للدولة، ممثلة فئات الشعب، ما بصير فئة تانية بتمثل عنهم، ما بصير فئة أخرى تحكي بصيغة عن الشعب هذا المسكين. خلص نحن في عنا حكومة، إذا هاي الحكومة يا إما نصلح هاي الحكومة يا إما خلص فسد العالم كله. ما عندهم حل ثالث أبدا، ما عندهم أي استدراك أو ما بعرف شنو، جزء ما عندهم تجربة، منهم عايشين، فما ما رح نتناقش معهم، ما رح أعذب حالي، بس ولكن رح أعطيكم على المشاريع اللي سوت فيها، اللي قامت فيها منظمة الثورة السورية، اللي هي منظمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان، واللي هي اللي سعيت وراء قانون قيصر. صح، موضوع اللي هو العقوبات قيصر طالع 6 سنين من طلوع الصور والتنسيقات، وموضوع جدا كبير حتى نحكي فيه، ما رح اختصره بهذا الفيديو بدقيقة ودقيقتين، اللي هن وشي طلعوا الصور وبعدين ضلوا بالبرلمان بالكونغرس، وفي ناس موجودين سوريين سوريين امريكيين موجودين هناك، واللي يدعوا وراء القضية ويدققوا ويناقشوا وراء القضية حتى تم اقرار العقوبات على النظام السوري. شوفوا هو شلون طلع من منظمة، اخ شخص سرب الصورة، اخذته المنظمة، راح بعتته لناس موجودين في امريكا، الناس الموجودين في امريكا تبنوا الموضوع وبلشوا يضغطوا على الكونغرس، وكل يوم والتاني بيشيلوا بيحطوا الصور قدامهم، بس لا في حكومة ولا في اي شخص كان. المهم النتائج طلع فيها قانون قيصر، انتم مالكم من التلمسين انه ماكم عم تهتموا للموضوع السوري. النتائج طلع فيها قانون قيصر، النظام السوري لم يعد يستطيع توفير الوقود لتحريك دباباته، مع انه في هاي الفترة يعتبر فيها اقوى من الفترة السابقة بمراحل قبل القانون وقبل عقوبة قيصر. لما احتل الاراضي السورية بمساعدة روسيا وحزب الله وايران والسيسي والدول شتى من دول العالم ساعدوا ليرجع احتلال الاراضي السورية من الثورة السورية ومن الثوار، رجع احتلوها هاي الأراضي لما رجع عليها وأخذ مدينة حلب وأخذ مدينة دمشق، فيعتبر اليوم هو في قمة أوجه قوته بعد ما أنه استعاد أراضي جدا واسعة وقتل أكثر من 500,000 بني آدم، وبين معتقل ومقتول أو مفقود بشكل كامل، ما رح نقول مقتولين كلياتهم، وهجر أكثر من 13 مليون داخليا وخارجيا، ولحد الآن هو يعتبر بارك على الكرسي بشرايته. تمام، شايفين حال القوة اللي وصل لعندها اليوم بعقوبة قيصر أو عقوبات قيصر اللي أنتم مستهوين موضوعها. النظام السوري غير قادر على تأمين الوقود للدبابات، الوقود لحرك سياراتهم، عمولة سيولة ما عاد في عندهم، إذا في باخرة تم رصدها أنه جاي على لبنان أساسا بتفضي وقود، أنفضت بمينة طرطوس، فرض عليها عقوبات جمة بس لأنه فضت وقود، وهي عبارة عن على باخرة واحدة بس، هاي واحدة. اثنين، روسيا بقوتها وجبروتها ما استرجت تدعم النظام، الصين ما استرجت تدعم النظام، كل الدول العالم فكت النظام. النظام حاليا عايش حالة خانقة لا توصف أبدا، حتى وصل المواطن السوري صار ياخذ البطاطا بالدور، تخيلوا البطاطا وصلت فيها لدرجة ما عاد يقدروا يحصلوا البطاطا. طبعا جميل حكت في موضوع جدا مهم، انه في جهات كتير عم تخطف وتسوي اختفاء قسري. وصالح جوابها انه نحن اول شيء لازم نركز على الجهات الحكومية وبعدين نترك الجهات اللا حكومية، لان الجهة الحكومية اذا صرنا نعقل يعني نحاسبها بشكل رسمي، هلا باليمن في جهات غير حكومية، في سوريا في جهات غير حكومية، في ليبيا في جهات غير حكومية، في ميليشيات، في عدة اشكال، مو خلافنا على الموضوع هذا، بس نحن اول شيء نركز على الحكومة. بعد ما نركز على الحكومة، الميليشيا ليش موجودة اساسا؟ لو كانت الحكومة ماشية سوية كما صار في ميليشيا، ما كان في دولة تانية تدخلت، فهي هون جذر المشكلة تماما. فنحن أول شيء لازم ندعم المجتمع، ندعم الناس، نحرك القضايا. هو حكى المشكلة في موضوع الموقع، الناس نحن في موقع موجود فيه موجود للسوريين، إذا شخص اختفى أو مات بتاريخ وفاته من دون ما هو يوثق هذا الإشي، أو من دون ما أنا مثلا أنا صاحبه شخص توفى من دون ما أنا أبعته، مجرد ما يتم إرساله للمشفى، المشفى هو بيقوم بإرسال المعلومات للمركزات، والمركزات يقوم بتوثيقها ونشرها على أوسع نطاق. بس بيكفي لما أنت عندك شخص من ذويك اختفى قسرا، أو أنه ما عاد حدا يشوفه، وشفت صور موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا الشخص اختفى قسريا بموقع بس تدوين بدون أي مطالبات، بس أنه نحن باركين ندون وفي منظمات تانية رح تستلم،
هو بس لو حكي انه بس نحن باركين ندون بيكفي هذا الحكي. وهي بالنسبه ل10,000 دولار كتفكيره لصالح هو كان الزلمه عم بفكر انه يسوي هيئات، يعني عم بهيئ انه هيكل هيكليه بس، هو مو فكر انه يعمل اكثر من هيك. تماما عرفتوا ليش؟ فلما طلب 10,000 دولار هو كان بتخيله انه نحن رح نعمل موقع وبس، هو ما حسب حساب استئجار مكتب، ما حسب حساب موظفين، في كتير شغلات ما حسبها، فلذلك عنده الميزانية نزدت. انا بهي اللي بشوفها، ما بعرف هو ليش حسبها 10,000 دولار، وما بعرف ليش اني مهتمين للرقم بشكل جدا كبير. هل انتم رح تدفعوا المبلغ اللي رح يطلبه صاحب المشروع؟ يعني انا في حال انه طلبت مشروع بقيمة 20,000 دولار او 100,000 دولار مثل ما طلب، 120,000 دولار مثل ما طلب فداء، هل رح يتم تمويل هذا المشروع من قبل البرلمان؟ حتى انتم عم تركزوا على موضوع الميزانية بشكل جدا كبير، ما عم تركزوا على القضية وطريقة طرحها حتى يتبين معنا شو نحن بالمستقبل نناقش هاي الموضوع. واتمنى احد الاعضاء مرة ثانية انه ممكن يشاركني بهاي المعلومة، انه ليش عم يحددوا عم ركزوا على موضوع الميزانية، ليش مركزين على موضوع الميزانية بس؟ هاي الوحيدة اللي لسه لحد الان ما تفتحت او توضحت عندي. وبس بكون وصلنا نهاية الفيديو، اشكركم واشكركم للمتابعة بشكل جدا كبير، وبعتذر عن هاي الاطالة، وبعتذر مرة اخرى على انه شوي في ركاكة بالموضوع لانه على المدة الطويلة اللي عم بحكي فيها عم بتشردق مو بعرف ليش. وشكرا لكم وشكرا لتفهمكم، وانتظرونا ان شاء الله باسبوع الجاي يوم الخميس نناقش القضية الرابعة ان شاء الله، او بجوز يطلعوا لنا نتوفة جديدة او شغلة جديدة. المهم بنشوفكم يوم الخميس الساعة 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا لنا اللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة بين اصدقائك ورفقاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.